الفنانة مادلين طبر. مساء الخير. هاي ليلو، هاي مناويشي، هاي هاي مادو، هاي حبيبتي. الطفلة مادلين، باعتبار انه هم شايفين، ويعني انا اعتبر انه ده انواع النجاح، انك تعرف توصل للاطفال. يعني تجربة كفرون مع دريد لحام اظهرت لي انه معظم الجمهور العربي اللي انا ربيته على مدار 20 سنه بعد كفرون كان بفضل كفرون. فيلم كفرون كان للصغار وللكبار، يعني لاقى جماهيريه واسعه ليس فقط داخل سوريا، بس اتنسب نجاحه انه الاطفال. فامبارح كنا انا واستاذ مناويشي بالصدفه، يعني ما تقابلنا في حفل، فالناس قاعده من تحت، شباب كبار يعني 25 سنه 26 سنه، يندهوا لي يقولوا لي مساء، نفس الصوت اللي بتاعها فيفا. فرحت انه وصل لكل الاجيال، وده الفضل فيه لعبقريه مناويشي. مناويشي انت بتكلمي كمخرج وككرييتر للموضوع، لكن هي از بينتر، رسام تشكيلي عظيم، وده بيخلي عينيه تشوف حاجات غيره ما بيشوفهاش، وكان ليا الشرف واستمتعت بالشغل معاه. الله يخليك يا مادو والله. هذه تجربة مختلفة بالنسبة إليك، هذا النوع من الأعمال اللي هو فعلا في خيال علمي لأي حد، دور الجاسوس التي تقومين به في العمل مختلف عما قدمته سابقا، وشو أضف لك شيء جديد؟ أنا هذا العام أنا كوميديانة متنوعة، كوميديانة في الجاهلية في دور كليبة مع محمد سعد في أطاطا بيبا أطاطا، مع الزعيم صاحب السعيرة في دور مادلين طبر نفسها هيرسيلف باللهجة اللبنانية، ومع الأستاذ مناويشي في دور الجاسوسة البريئة، يعني قال كلمة تختصر كل الموضوع. عارفة الكرتون توم اند جيري لما توم بيتضرب وجيري بيتضرب ما بيموتوش وما حدش بيتضرر؟ نفس الفكرة، احنا كلنا لطاف وما حدش مؤذي لدرجة الدم. يعني انا مثلا تلاقيني في الوقت نفسه اني انا السباي فظيعة واخدة الامور، جت تلاقيني قاعدة برقص وبهيص وبهرج. يعني هو عمل يعني حتى خصوصا، يعني بحيي الاساتذه زملائي نبيل عيسى، انا ما كنتش عارفه حجم الشغل اللي كانوا عاملينه، كلهم فيري فاني، وكلهم عرف بادارته الذكيه يجعل منهم عناصر بريئه. يعني حتى المخابرات المصريه جايبين نبيل في مواقف منتهى الغباوه بس من باب البراءه. حسستينا انه اجواء العمل كانت كثير ممتعه، كثير مسليه، اكثر يعني الكواليس كانت اهم بكثير يمكن من اللي طلع على الشاشه. انا بعشق مناويشي، يعني ده علنا كده، ومراته عارفه وما عندهاش مشكله، لانها عارفه انه لا يقاوم هذا الرجل من ثبته وتواضعه، هادي جدا في اللوكيشن، محترم، مفيش كلمه بتطلع غلط في حق احد. كانت التجربة الثانية له بعد مريم فارس، كان عمل لها الفوازير، فدي التجربة الأولى دراميا يعني، والثانية تلفزيونيا. أعتقد إنه الثالثة هتكون يعني مفاجأة إن شاء الله، يعني لو رجع تاني، لأنه تعب قوي، يعني التجربة كانت صعبة. شكرا كتير. أحمد حلمي يحيى عليه وأدائه، وبشكرك جدا ليلو، وأنا واحدة من الفانز بتوع الأون تي في. شكرا كثير لك الفنانة مادلين طبر لمشاركتك معنا، وبنتمنى لك مزيد من التألق في أعمال رمضان وخارج رمضان أيضا.